أعطيكم خبر سفر السيد رئيس مجلس الوزراء يوم غد. يوم غد سيتوجه السيد رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد حكومي كبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على أو تلبية لدعوة رسمية من البيت الأبيض، وسيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم 20 من هذا الشهر. الوفد الحكومي الوزاري كبير، وسيتم بحث أفق التعاون في مجالات الأمن والصحة والطاقة والاقتصاد ومن ضمن الاستثمار. الوفد أيضا يضم أكثر من 20 خبير. هذا الوفد برئاسة دكتور فؤاد حسين وزير الخارجية سيلتقي بالوفد المقابل من الجانب الأمريكي لإجراء المرحلة الثانية من المباحثات من الحوار الاستراتيجي. متوقع لهذا التعاون بين العراق والولايات المتحدة أن يؤتي ثماره وفق مبدأ المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم، والسيد رئيس الوزراء أكد في بداية الجلسة على امتلاك الشجاعة من أجل محاربة البيروقراطية، على اعتبار أن البيروقراطية في مؤسسات الدولة قاتلة لمعظم المشاريع، والكثير من المشاريع المهمة اللي في الوزارات وفي المؤسسات العراقية نتيجة لبيروقراطية تعودت عليها الدولة العراقية منذ زمن تتأخر وتتلكأ. لذلك وفق القانون، عدم التعسف باستخدام القانون، هذه التوصيات اللي أبداها السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الوزراء، لا تتعسفوا باستخدام القانون. يجب استثمار أي منفذ، أي مرونة قانونية موجودة بالقانون من أجل تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية. مجلس الوزراء اليوم أقر عدة قرارات مهمة. قبل جلستين إذا تذكرون مجلس الوزراء أقر تعيين بحدود 2000 طبيب خريجي كليات الطب العام. اليوم مجلس الوزراء أقر تعيين ذوي المهن الصحية والطبية بناء على توصيات لجنة وزارية شكلت في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، وقرر تطبيق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 وتعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم القانون آنفا، وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات اللازمة لإكمال النقص من الموازنة. لكن هناك شرط لهذا التعيين، وهو سيتم تعيينهم والمباشرة بعد توزيعهم جغرافيا من قبل وزارة الصحة إقرار موازنة 2021 سيتم مباشرتهم، لكن تم اتخاذ القرار بتعيينهم، وستبدأ وزارة الصحة باستلام طلباتهم ودراسة ملفاتهم قانونيا. بنفس السياق ونفس توصيات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، قرر مجلس الوزراء إطلاق الوثائق لخريجي كليات المجموعة الطبية والصحية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الكبيرة للأطباء حاليا. لذلك يزود الأطباء بالوثائق بعد جلبهم تأييد مباشرة بالوظيفة من وزارة الصحة بعد أخذ التعهد والكفالة القانونية على الخدمة في وزارة الصحة، وحسب ما جاء في قانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلات ذات العلاقة، وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016. فقرة ثانية أيضا، في حال عدم تعيين الأطباء من قبل وزارة الصحة بعد مرور سنتين على التخرج فيتم تزويدهم بالوثائق الدراسية دون قيد أو شرط. هذا فيما يخص تعيين ذوي
المهن الطبية والصحية ناقش بالإضافة مجلس الوزراء تعرفون حملة الشهادات العليا اللي كانوا تظاهراتهم هي الشرارة الأولى لتظاهرات تشرين. كان مجلس الوزراء مهتم جدا بهذه الفئة، وهناك لجنة شكلت، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإيجاد الحلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا. الاستيعاب هذا راح يأتي على خطين بناء على أو مسارين. المسار الأول هو استيعاب ما يمكن استيعابه منهم في الكليات والمعاهد الأهلية بناء على دراسة ستقدمها وزارة التعليم العالي، حصر الدرجات الوظيفية اللي ممكن أن توجد في هذه المعاهد والكليات الأهلية بشرط الالتزام بأن يكون لكل صف أو لكل طالب 25 طالب أستاذ جامعي، هذا المعيار الدولي القانوني للتعيين أو لطبيعة الدراسة وكفاءتها، وأن تصل مستوى التدريس كل 25 طالب يجب أن يكون له أستاذ. هاي لجنة في وزارة التعليم العالي ستدرس هذا الموضوع، ويمكن إيجاد عدد كبير من الدرجات الوظيفية في الكليات والمعاهد الأهلية لحملة الشهادات العليا. هذا المسار الأول. المسار الثاني، في موازنة 2021 درجات الحذف والاستحداث في هذه الموازنة سيخصص جزء كبير منها لحملة الشهادات العليا من أجل استيعاب أكبر عدد منهم في بعد إقرار موازنة 2021. موضوع التعيين بالدولة العراقية رغم صعوبته، رغم الشحة المالية الموجودة حاليا، رغم الترهل الكبير الموجود في مؤسسات الدولة نتيجة سوء التخطيط، استثمار هذه القضية سياسيا من قبل في الفترات السابقة، رغم كل هذه الظروف لكن هذه الحكومة جادة في إيجاد منافذ قانونية باعتبار خلق فرص العمل. أولا هذا حق دستوري للمواطن العراقي، والتعاطف الكبير والاهتمام الكبير من هذه الحكومة من أجل رفع المعاناة عن كاهل هذه الفئات التي تطالب بفرص عمل، فضلا عن فرص عمل أخرى في مجال القطاع الخاص تسعى الحكومة من أجل توفيرها. مشكلة الكهرباء ومعاناة المواطنين هذا العام بالتحديد وهذا الصيف بالتحديد، ذكرت بالمؤتمر السابق هذا الاهتمام الكبير لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعت فيها حكومات سابقة والاستعداد لموسم الصيف القادم من الآن. لذلك اليوم مجلس الوزراء أعطى صلاحيات استثنائية لوزير الكهرباء ربطا بالحديث الأول اللي تحدث به سيد رئيس الوزراء بتجاوز البيروقراطية. سيد وزير الكهرباء شكى أنه كتاب واحد ممكن بين وزارة ووزارة يتأخر 3 أو 4 أشهر، ممكن ينتهي الصيف دون أن أستطيع أن أقدم شيء. لذلك مجلس الوزراء تفهم حاجة وزارة الكهرباء لهذه الصلاحيات وقرر الآتي. أولا تفعيل قرار مجلس الوزراء الرقم 48 لسنة 2019 وأن تناط الصلاحية فيه للوزير حصرا والمناطق والقطاعات كافة. هذا القرار أعطى صلاحيات لمدير في الوزارة في منطقة من مناطق العراق، الآن هذه الصلاحيات تعطى للوزير حصرا وفي جميع المناطق والقطاعات اللي تشمل وزارة الكهرباء. ثانيا إكمال توقيع العقود المتعلقة ضمن الموازنة وتخويل وزارة المالية إكمال توقيع الاتفاقيات الخاصة بالقروض الممنوحة لوزارة الكهرباء. ثالثا منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر استثناء من الضوابط المحددة من قبل وزارة التخطيط. وهذا الجهد إن شاء الله راح نشوف نتائجه بدايات الصيف القادم عندما تكون وزارة الكهرباء مستعدة لصيانة الشبكة الكهربائية كي لا يمر المواطن بما مر به هذا الصيف.
قرار مهم أيضا لمجلس الوزراء اليوم فيما يخص المجال النفطي، حيث قرر المجلس أولا الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61 أولا 80 البند ثانيا من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثانيا إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل في وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات وتحديد قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، تمهيدا لفك ارتباطها من وزارة النفط وتمليكها للشركة موضوع البحث دون بدل، انسجاما مع أحكام المادتين 5/1 و5/7 من قانون شركة النفط الوطنية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مشروع القانون المذكور آنفا. قرار آخر أيضا مهم في ويتسق مع نهج الحكومة في موضوع المنافذ الحدودية ورغبتها بأن تكون آلية العمل في هذه المنافذ آلية منتجة، سيطرة على جميع الموارد اللي تأتي للحكومة من المنافذ الحدودية. قرر المجلس أولا مشروع توحيد ساحتي الإخراج الجمركي لمينائي أم قصر الشمالي والجنوبي، وجعلها ساحة واحدة تحت مسمى ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر. ثانيا قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة بالموانئ بالالتزام بتوحيد الإجراءات من خلال العمل داخل ساحة الكشف الجمركي الموحدة ضمن مشروع ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر. طبعا أكيد المجلس استمع إلى تفصيل واضح وحول من السيد وزير الصحة إلى الوضع الحالي للجائحة وكيفية تجاوز المشاكل التي ممكن تعارض عمل وزارة الصحة والكادر الطبي والصحي لها وكيفية السيطرة على عدم انتشار هذا الوباء. وما أعرف بشرنا وزير الصحة اليوم قال أنه رغم نسبة الإصابات الزايدة لكن اليوم نسبة الشفاء كانت واضحة، عدد المتشافين كان أكثر بكثير من عدد المصابين. هذا مجمل ما دار اليوم بالجلسة، أكون سعيد بالاستماع إلى أسئلتكم. تحية طيبة. محمد سعد مراسل قناة الشرقية نيوز، حياك الله. الله يخليك. قانون الانتخابات ضمن يعني من خلال اللجنة القانونية في مجلس النواب أكدت لحد الآن هناك خلاف على هذا القانون ولا يوجد توافق بين الكتل، ما هو موقف الحكومة في حال عدم تمرير هذا القانون؟ الأمر الآخر، هناك نية في مجلس النواب للتصويت على قانون الخدمة الإلزامية، كيف سيكون تعامل الحكومة مع هذا القانون ومن هي الفئات العمرية المشمولة؟ شكرا. السؤالين من اختصاص مجلس النواب، لكن أنا أقول لك موقف الحكومة. أعيد وأكرر موقف الحكومة من موضوع الانتخابات، الحكومة حددت الموعد وهي مستعدة، واطلعتم على الاجتماع الأخير الموسع اللي ترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء بمفوضية الانتخابات وبعض الوزارات، وأكد على قدرة الحكومة على إقامة الانتخابات بهذا التوقيت. موضوع القانون خاضع لنقاشات سياسية داخل مجلس النواب، على مجلس النواب أن يحسم أمره سريعا كي تكون المفوضية والحكومة على اطلاع تام على الخطوات الواجب اتخاذها وفق القانون من أجل إجراء الانتخابات في موعدها. ذكرني بسؤالك الثاني. إذا كان هناك نقاش حول هذا الموضوع في مجلس النواب فالحكومة لحد الآن تعرف أنه هذا القانون لازم يعني مشروع قانون يقر مجلس الوزراء ويرسل إلى مجلس النواب، لا حديث حول هذا الموضوع داخل أروقة الحكومة بتاتا.
عبد الله بدران من قناة الميادين. هناك وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك كما ذكرت حضرتك سيكون هناك وفد عراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. لا، الوفد هو كله برئاسة رئيس الوزراء، لكن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي ستكون برئاسة الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية في مقابلة وزير الخارجية الأمريكي، وطبعا أكيد مع الوزيرين الخبراء نفسهم اللي أداروا الجولة الأولى. طيب، السؤال هو هناك لقاءات سياسية حصلت بين رئيس الوزراء وقوى سياسية عراقية وممثلة، هل تملك الحكومة التفويض الكامل للتفاهم مع الجانب الأمريكي؟ هل لدى بغداد مثلا فكرة واضحة في التفاوض بجدولة انسحاب القوات أو بقاء القوات أو بالمصلحة التي تقتضيها؟ هل تملك هذا التفويض أم تتفاهم ومن ثم تعود لتطرح الأمر في مجلس النواب العراقي مرة أخرى؟ ابتداء هذا الأمر هو كصلاحية دستورية هم صلاحية الحكومة العراقية، لكن هذا لا يعني أن الحكومة وبشخص رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ممكن أن يتخذ قرارات استراتيجية بهذا المستوى دون التشاور مع القوى الوطنية من أجل جمع الآراء المختلفة والنقاش. وكان إلى لقاء مهم، يعني عدة لقاءات، واحد من اللقاء مهم مع زعماء الكتل السياسية من أجل تبادل الأفكار حول طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تلك العلاقة اللي تربطنا بها اتفاقية إطار استراتيجي. وكانت المرحلة الأولى من الحوار الاستراتيجي قد أقرت باتفاق الطرفين على التزام الطرفين بتحديد جدول زمني لإعادة انتشار هذه القوات من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي راح تكون بالولايات المتحدة بالمناسبة لن تكون الأخيرة، يعني لا تتصوروا أن الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي ستأتي بنتائج حاسمة نهائية، ستتبع هذه المرحلة جولات أخرى من أجل الوصول إلى ما ينفع البلدين وفق رؤية وطنية عراقية، مصلحة الشعب العراقي والمصالح المشتركة بيننا وبين دولة مهمة ودولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم. عليكم. محمود المشهداني من صحيفة أسهل يابانية. السيد الكاظمي توعد بملاحقة ومحاسبة الفاسدين في كل مفاصل الدولة. اليوم المواطن يسأل هل سيحدث تغيير في مفردات الحصة التموينية؟ أو على الأقل توزيعها في موعدها المقرر الذي هو كل شهر؟ شكرا جزيلا. مفردات البطاقة التموينية مفردات لا تليق بالمواطن العراقي ولا تليق بمستوى الخيرات اللي يمتلكها هذا البلد. هناك رؤية تتم دراستها الآن لاستثمار المبالغ الهائلة الكبيرة تصل ما بين 3 إلى 4 مليار دولار سنويا من أجل تأمين مفردات البطاقة التموينية. هناك لجنة طبعا بتوجيه من السيد رئيس الوزراء تشكلت لدراسة آلية معينة قد تنتج هذه الآلية. القرارات لحد الآن ما ظاهرة لهذه اللجنة، قد تنتج حجب الحصة التموينية من الميسورين ماديا، حجب الحصة التموينية عنهم من أجل هذه المبالغ التي تحجب تحسين البطاقة التموينية ومفردات البطاقة التموينية إذا والدخل المحدود وفق سياقات معينة ومعايير معينة من تكمل الدراسة يمكن راح تطلعون عليها ويقرها مجلس الوزراء، لكن الدراسة بدأت وهناك اهتمام كبير من السيد رئيس الوزراء في هذه القضية من أجل توفير مفردات بطاقة تموينية لمن يحتاجها وللمعوزين ولذوي الدخل المحدود. تحية طيبة. محمد جليل من قناة الجزيرة. أستاذ أحمد، يوم أمس ترددت أنباء من سياسيين من الخط الأول أو مقربين من الخط الأول بأن هناك اجتماعات جرت في العاصمة العراقية بغداد، هناك وفد إيراني برئاسة قاآني وصل إلى بغداد واجتمع بمسؤولين عراقيين كبار. هذا الأمر يذكرنا بموعد بالزيارة التي كان ينوي السيد الكاظمي القيام بها إلى السعودية. قبل الزيارة بيوم واحد كان وزير الخارجية الإيراني موجود في بغداد. هل هناك رسائل ربما سيحملها الرئيس الحكومة معه إلى واشنطن؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هناك أنباء ترددت عن قيام السيد الكاظمي
بعقد اجتماع مع قادة سياسيين ومن ضمنهم قادة في فصائل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الأخرى باستثناء فصيل واحد. هذا الاجتماع أيضا تزامن قبل الزيارة إلى واشنطن، تعليقكم على ذلك؟ شكرا. محمد، أن هنا لا أجيب على تسريبات صحفية ولا أجيب على أسئلة افتراضية. اللي أريد أكده موقف الحكومة العراقية اللي لطالما عبرت عنه في منهاج الحكومي، عبرت عنه في كلمات السيد رئيس الوزراء، يمكن نحكي به هنا بالمؤتمر الصحفي. نهجها تدعم كل جهد لاستقرار المنطقة، وخارج سياسة المحاور، لا تعترف بسياسة المحاور، ولن تنضم ولن تجر العراق للدخول في أي محور. موضوع اللقاءات، كل القوى الوطنية لها الحق أن تبدي رأيها فيما يخص العلاقة ببلد ما أو دولة ما. رئيس الوزراء حريص على التواصل رغم امتلاك القرار والصلاحية، لكنه حريص على التواصل مع جميع القوى السياسية المؤثرة من أجل بلورة رؤية عراقية وطنية، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية بل مع جميع الدول، وخاصة في القضايا الاستراتيجية التي تشهد جدل سياسي عراقي. في التواصل الموجود، ورئيس الوزراء حريص على الاستماع إلى كل الآراء رغم احتفاظه بصلاحيته باتخاذ القرارات كرئيس مجلس الوزراء. السلام عليكم أستاذ أحمد. سيف الدين الإبراهيمي، قناة الحدث اليوم. الكل يعرف موقع محافظة بابل الجغرافي وحتى التاريخي، لكن ما زالت هذه المحافظة تعاني اليوم من الإهمال، وحتى بالنسبة للمشاريع والخدمات وبيع المناصب أيضا، وحتى إعطاء المناصب بالوكالة. متى سيتم معالجة هذه المواضيع، وخاصة بيع المناصب وحتى إعطاء المناصب بالوكالة؟ شكرا لك. الظروف في بابل لا تختلف عن محافظات أخرى، الوضع بالبلد معروف ومشخص من قبل الجميع، وهذا الموضوع محل اهتمام لهذه الحكومة. موضوع محاربة الفساد، موضوع تطوير البنى التحتية، موضوع تسهيل الإجراءات، الاستجابة لمتطلبات الناس والمتظاهرين، لا تختص به محافظة واحدة، وقد يكون المقياس والمسطرة على كل المحافظات هي نفس المقياس ونفس المسطرة. لا أريد أن أميز محافظة عن أخرى بالاهتمام. مجلس الوزراء ورئيس الوزراء عن طريق الهيئة التنسيقية بالمحافظات على تواصل يومي، قد يكون اجتماع الهيئة التنسيقية الشهري، لكن رئيس الوزراء على تواصل يومي مع المحافظين، كل محافظة حسب حاجته وحسب الوضع اللي تحتاجه. ونهج المجلس الوزراء بقيادة برئاسة رئيس الوزراء هو ما ذكرت لك إياه، محاولة تذليل كل العقبات أمام أي إجراء من شأنه أن يخفف معاناة الناس، ابتداء أن يقضي على الفساد سواء داخل في بغداد داخل الحكومة العراقية، مؤسسات الدولة العراقية، أو في المحافظات. محاربة الفساد، وممكن أنه قريبا تسمعون أخبار مهمة عن قرارات مهمة تخص فاسدين معينين ممكن أن يحالوا إلى القضاء. نهج هذه الحكومة واضح وهي مصرة على تطبيقه. مساء الخير أستاذ أحمد عباس من قناة العراقية الإخبارية. بما أننا في إطار الزيارات الخارجية للسيد رئيس الوزراء، أين أصبح مشروع الزيارة إلى المملكة العربية السعودية التي ربما تأجلت بسبب ظروف صحية للملك السعودي؟ هل ما زال هذا المشروع قائما؟ هل هناك قنوات اتصال ما بين الجانب العراقي والجانب السعودي لإكمال هذه الزيارة؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد لا زالت الزيارة قائمة، موعدها يتحدد حسب ظروف المملكة العربية السعودية. وتعرفون، أنت ذكرت بسؤالك أسباب التأجيل، الزيارة قائمة. وأحب أخبركم أنه بعد عودة السيد رئيس الوزراء من واشنطن، هناك زيارة الأسبوع القادم إلى المملكة الأردنية الهاشمية في نفس السياق. وأعيد وأؤكد أن زيارة المملكة العربية السعودية قائمة، لكن تحديد موعدها اختلف بسبب الظروف اللي مر بها خادم الحرمين الشريفين. أشكركم الشكر الجزيل، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم.